اش غنقول لك، راه كان هذاك الشيء لا ما كان داك الشيء خايب بزاف والبول وزخنز، ودابا الحمد لله دابا كشي تنقاو ولا كشي امبيكابل والحمد لله على هذا البروجي، والله الا امبيكابل والحمد لله على كل حال. دابا الناس ولا يقطعوا من السوتيره من التحت، ما بقاش يترافيسيو يترافيسيو الشارع، دابا كلشي ولا بالسوتيره. والله الا سيدي لا مشروع مخير هذا، وكنفتخروا به بزاف كحنا مغاربه، كنفتخروا بهذا البروجي هذا، والله الا بخير الحمد لله على كل حال. هو كنقول الناس يحتفظوا على هذا المشروع هذا، وما يوسخوش وما يلوحوش الزبل، وداك الشيء يبقى نقي باش نفتخروا بهذا البروجي هذا. السلام عليكم. الصراحه انا عجبني هذا المكان، زوين بزاف، وكنتمنى الناس يحافظوا عليه. وانا كاول مره يعني نجي للدار البيضاء ونجي نشوف هذه البلاصه، هذه الصراحه زوينه، وكنتمنى ان اي واحد يجي لهذه البلاصه ويعني تكون حتى المحافظه يعني تكون يكون الانسان شويه مثقف وواعي. وراه هذا مكان ديال الجميع ومكان عمومي، كيف انك انت تبغي المنزل ديالك ولا المكان ديالك يكون نقي، حتى المكان العام خاص كيف تحافظ على النظافه ديال المنزل ديالك، تحافظ على حتى على النظافه ديال الاماكن العامه. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.